اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت. إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاماً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسب أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئاً لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائماً لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاءً لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك. هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى كل من حرم نفسه مما لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر، كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك
يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة وصبرت عن الشهوة وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.